يعني أنا رح فوت على المستشفى بصفتي دكتورة هالمرة؟ إيه صح، رح تعالجي كل الناس اللي بحاجتك. ما تخيلت أني رح أرجع لمهنتي اللي بحبها. تعرف شغلة؟ كنت كتير صغيرة لما قررت أنه بدي صير دكتورة. عن جد؟ كان عنا جارة اسمها إيناز وكانت بتحب الولاد كتير، وكل أولاد الحارة بيحبوها، وكانت تعمل فطاير وتعزم كل الأولاد لعندها. دللتنا كتير، عن جد كانت كتير لطيفة. وبيوم من الأيام رحنا سوا نحن وياها على الجنينة، ونحن قاعدين فجأة لقيناها تعبت، والمشفى كانت كتير بعيدة وللأسف ما لحقنا ناخدها. توفيت قبل ما نوصل. سمعت الكبار قالوا لو كان في دكتور كان أنقذها، ومن وقتها أنا قررت إني صير دكتورة لما أكبر، وإني ساعد الناس وحاول أنقذ حياتهم وما رد حدا أبداً. هاي أكتر مهنة بتناسبك، كل الصفات اللي بيحتاجها الدكتور فيكي أنتي، الشطارة والشجاعة والجرأة، هاي صفاتك. عيبك الوحيد خوفك من العناكب، لولاك أنتي كاملة مكملة. أنا متأكد إنك رح تفيدي كتير ناس بحاجتك، بس لازم تنامي هلأ لحتى تروحي وانتي مرتاحة وتشتغلي صح. كأنه الحاف الآن؟ تصبح على خير. وانتي بخير. ايه خلص قلت لها، ضليت ساعة وأنا عم حاول معها لحتى قنعتها بالروحة. بكرة رح نروح بعد الجامعة. ممتاز. ايه بكرة رح تكون نهاية لها الحية، مو عارفاني إنه هي آخر ليلة إلها هون. ليلة بكرة أكيد رح تقضيها بالمخفر، عم يحققوا معها بتهمة السرقة، ومن المخفر عالسجن دغري. Ah.
عادي تكوني فارطة، مبارح مانك نايمة أبدا. ما رح تاخدي علامة منيحة، بده تظبيط. Thank you.
مين نارين؟ مين عم يدق لك؟ من المشفى، عم يدقوا من المشفى. الو، طيب جاي فورا. شوفي ليش عم يدقوا؟ قال صاير حادث كبير وبدهم ياني، في كتير إصابات، لازم روح فورا. ماشي رح وصلك. لا تحركوه، المريض نزف كتير. بدنا كيسين دم بأسرع وقت، أمنيلي ياهون بسرعة. يلا يلا فوراً، دخلوها لهون. خليك هون لو سمحت. لو سمحت، أنا دكتورة طلبوني للمساعدة. أهلين دكتورة، في مصاب جوا، يا ريت تشوفيه بسرعة. أنا شو أعمل هلأ؟ أرجع البيت؟ يلا ما بدك تروحي؟ لا. ليش بقى؟ شو بك اليوم مانك على بعضك؟ ليش مزعوجة؟ التصميم مو كتير عاجبني، ما عاجبتني النتيجة. اي دخيلك، كلياتنا نفس الشي. مانك شايفة حالة كل الطلاب؟ كلنا سهرنا للصبح لخلصنا، مو رضيانين عن النتيجة، خاصة هذا الأستاذ كتير صعب شي يعجبه. ما شفتي كيف تطلع على مشروعي؟ تقولي كأنك حاطة زبالة قدامه. تصميمك أزبط من تصميمي. فرجيني لأعطيكي رأيي، متأكدة إنه سيء لهالدرجة؟ لأنه بعرفك بتبالغي. مو ظابط، لا هالمرة عن جد ما عم بالغ. برأيك هذا التصميم سيء؟ هذا التصميم ما في ولا غلطة صغيرة، أكيد أنت عم تمزحي. ما بصدق عن جد هذا مانو عاجبك؟ بس هذا مو هيك. أمير، أنا متأكدة إنه أمير بيكون معدل عليه أنا ونايمة. يا عيني، عن جد أنت محظوظة، بدنا بطل أنقذنا ويعدلنا على مشاريعنا مثله. الله أعلم لإمتى ضل سهران لحتى خلص ليها. أي يلا انبسطي، أكيد الأستاذ رح يعطيكي عليه علامة مرتبة. يلا قومي سلمي، ما ضل غيرك ما سلم. يلا ريحان قومي سلمي، ليش قاعدة؟
انت ما رحت؟ ما في مشكلة، خلصتي شغل؟ فيكي تروحي على البيت هلأ؟ أنا ما فيني أطلع لبعد الظهر، أكيد ما رح تضل ناطرني، ارتاح بالبيت. بس أنت كمان تعبتي، قدراني تضلي لبعد الظهر؟ أي ما تاكل همي، أصلاً أنا مبسوطة أني عم أشتغل وما عندي مشكلة بهذا التعب. ريحان لهلأ ما سلمتي تصميمك؟ ليش؟ شو ناطرة؟ ريحان لسه ما سلمتيني مشروعك؟ لا أستاذ ما سلمته، مانو جاهز لسه، بدي اعتذر منك على التأخير. ماشي، لسه في 5 طلاب مثلك ما خلصوا مشروع، لهيك رح أعطيكم نهار زيادة لحتى تيجوا تسلموني، يا ريت لبكرة يكون جاهز. لا تطلعي هيك، هذا الشغل مانو شغلي، ما رح أقبل أخذ علامة عليه، هيك بكون عم بضحك على الكل وعم بضحك على حالي. هي وين راحت وليش ما عم بترد؟ يعني وين بدها تكون اختفيت؟ شغلتي لي بالي، وينك انت؟ عم دقلك ما عم تردي، صاير معك شي؟ حبيبتي لهلا زعلانة، اعتذرت منك، طيب شو اعمل اكتر؟ شو مفكر اعتذارك رح يحل المشكلة يعني؟ ولا مفكر الحكي اللي قلته رح أقدر أمسح وأنسى بلمح البصر؟ الشغلة بهالبساطة ما هيك؟ جراح وخبص وبعدين اعتذر، ولا أسهل من هيك؟ اليوم كان الجو كتير بارد، لبسته لأني كنت مضطرة. إذا كان بدك يعني سامحك، حاول تكون مبدع بأفكارك، يلا تعلم من السيد أمير، ولا نفكر أنك رح تضحك علي بكلمتين وأنسى اللي صار. انتي هلأ بالمكان يلي بتستحقيه، الله يعطيكي الصبر والقوة، بتمنى لك كل التوفيق، ما في أحلى من كلماتك. ألو؟ وصلني الورد. عن جد كتير حلوين، كيف عرفت أني بحب هاي الوردة؟ أنت مرة قلتي، وأنا دايما بحفظ أي شي بتقولي. أمتى رح تطلعي؟ لازم اتفقد كم مريض بالأول، يعني بدي شي ساعة لأطلع. ممكن ادخل دكتورة؟ يلا هلأ مضطرة سكر. سلام. ألو، مرحبا فخرية. نتائج التحليل وتقرير الصورة الصدرية مو كتير منيح،
واضح بالصورة إنه في مي بالرئة وهي اللي عاملة المشكلة. لازم نعمل عملية فوراً لحتى ننقذ الرئة. ما في غير العملية؟ يعني ما بيمشي الحال بالأدوية دكتورة؟ الصراحة هيك حالات ما بتتعالج غير بالعملية، لأنه إهمالها فيه خطورة، يعني إذا تضررت الرئة أكتر ممكن أنه تكون حياتك بخطر. أنت محظوظة لأنك انتبهتي وتابعتي، وبعد ما تعملي العملية رح ترجعي لحياتك العادية. حضرتك جاي لحالك ولا معك حدا برا؟ لا معي، زوجي ناطرني برا. طلعي لعند السكرتيرة وعطيها هذا التقرير، خليوني بلشوا لك بإجراءات القبول بينما تجهز غرفة العمليات. لا تخافي، أنا رح كون بالعملية، خليكي قوية ورح تقومي بالسلامة. لو سمحتي اعملي قبول للمريضة اللي طلعت هلأ من عندي، وخليهم يجهزوا غرفة العمليات. شكراً كتير. يعطيك العافية. الله يعافيك. هاد للسيد كمال، هو يلي طلب مني حضر له هذا التقرير، ممكن تعطيه؟ ايه طبعا تكرم. عفوا دكتور، كنت رح انسى قلك انه في شي وصلك. تفضل. شكرا على المشوار الظريف والدعوة اللطيفة. او يا تارهون، علقت السنارة. خير دكتور، في شي؟ ما في اي شي ابدا غير الخير. حلو الواحد يلاقي حاله ماشي صح وعم يحقق أهدافه. ليش ما طلعوا من البيت لسه؟ ما تكون غيرت رأيها وبطلت؟ شو صار؟ شو قالت لك؟ قبلت تطلع معك ولا لا؟ بعد شوي، قال بس لحتى تشوف أمير. إيه لازم تودعه لأمير، هذا آخر لقاء بيناتهم، ومن بعد ما رح تشوفه غير بزيارات السجن. وإنتي شبك؟ لا ما فيني شي. اسمعي لقلك، اصحك تخافي أو تغلطي، أخدتي المصاري اللي طلبتيهم وزيادة كمان. لازم ما ترجعي على البيت قبل ما تسلمي ريحان للشرطة، عم تفهمي علي؟ أي طيب، والله فهمت. أي منيح.
يا هلين، عندي شغل مهم ولازم خلصه، ماني فاضي. ليش هيك عملت؟ ليش؟ أنا شو عملت؟ أنت بتعرف كتير منيح اللي عملته. ما مشي الحال؟ ما عجبه للأستاذ؟ تخيل ما يعجبه، يعني التصميم بياخد العقل. قديش عطاكي؟ ما عطاني شي. كيف ما فهمت؟ إلا أنه ما سلمته. ليش؟ يعني كيف بدك يعني سلم تصميم من شغلك؟ وأنا أصلاً كنت رافضة أنك تساعدني. لا هذا مو شغلي، هذا شغلك أنت، بس أنا عملت عليه لمسات خفيفة وبسيطة حبيبتي، مو أكتر. هلأ هي لمسات خفيفة؟ هاد صار تصميم تاني، ما في ولا غلطة. اللي بيشوفه بيعرف أنه هذا مانو شغلي. أي أستاذ بيشوفه بيعرف أنه هذا مو شغل طلاب، هاد شغل حدا محترف. لا أبا، أنت عم تبالغي، مو لهالدرجة. وأكتر لا عاد تعمل هيك مرة تاني. أمرك، خلص وعد، ما عاد عيدها مرة تاني. أنا عم فكر نطلع شي مشوار، يعني مشان راضيكي، شو رأيك؟ يا ريت، عن جد بتمنى، بس أنا كنت وعدت لكلسوم إنه اليوم نطلع سوا. عن جد؟ لا تزعل، لأنه نحن مانا متأخرين. يلا أنا رح روح هلأ. استني شوي، بعرفك بتحبي العدل، وين بوستي أنا؟ كلسوم عم تستناني. ما في مشكلة، المسا باخد بدالة تنتين. إيه لنشوف. لا تتأخري. عملتوا لها للمريضة الفحوصات المطلوبة وجهزتوا غرفة العمليات؟ لا دكتورة، المريضة ما بدها. كيف يعني ما بدها؟ وضعها خطير كتير. نحن قلنا لها هذا الحكي وشرحنا لها خطورة حالتها، بس هي ما رضيت تعمل عنا، وقال زوجها رح ياخدها على مشفى تاني وراحوا. طيب يعطيك العافية فخرية، ما في أحلى من هيك سفرة، أنتي ملكة المطبخ. ها؟ يا أهلين، وهي إجا عريسنا، ما شاء الله عليك. جهزتي كل شي مثل ما اتفقنا؟ إيه لكن، شوف اللوحة يلي قدامك، كل شي مثل ما طلبته، مو ناقصنا غير توصل الدكتورة. ليك وصلت. أهلا وسهلا. رايحة شي مكان؟ لا كنت ناطرك. ناطرني؟ لنحتفل بشغلك. خير شو بكون؟ إن شاء الله رح تقضوا لي إياها واقفين عند الباب، ورح تروح عليكم الأكلات الطيبة. يلا حبيبتي هاتي جاكيتك. يلا تفضلوا.
منظر السفرة بياخد العقل يسلم إيديكي. الله يسلمك حبيبتي، صحة وهنا. يلا لشوف، ما بدكن تخلوا ولا لقمة على الطاولة. مدام هي السفرة انعملت خصوصي لإلي، معناها رح روح ألبس فستان حلو بهالمناسبة. ما رح طول. أنا بحب أتمشى لأنه المشي بيدفيني. كلثوم، قلت لك بدفى بالمشي، أنت دفيانة ولا بردانة؟ كلثوم، عم بحكي معك، فيكي شي؟ ما فيني شي، منيحة. لونك شاحب ووشك أصفر وعم ترشفي كمان، ليش هيك عرقانة؟ تعي فوت على شي كافيتيريا منشرب شي شغلة لترتاحي. ما في داعي، أنا منيحة، لا تخافي، ما تاكلي همي، خلينا نكمل. مثل ما بدك. شكرا على كل شيء. Hayat esare.
كننا كننا ساكلا بني سيفجيليم. عزبتي حالك، سلم إيديكي، الريحة بتاخد العقل. ألف صحة وهنا على قلبك حبيبتي. على فكرة رح ينشكلوا عيونك وانتي عم تطلع فيها. شو بكن عم تعملوا مثل العشاء المراهقين؟ يلا حبيباتي كلوا لأنه رح يبرد الأكل. في عنكن لقمة طيبة وموسيقى ظريفة، مو ناقص شي. بس أنا شو لسه عم بعمل بيناتهم؟ لازم أتركهم. بعد اللي مرينا فيه واللي عشناه، اللي عم عيشه هلأ مثل الحلم. وأنا هذا اللي بدي إياه، لأنه أنا صارت شغلتي وهدفي هي إني أسعد دكتورتي التعبانة وحقق لها أحلامها. مكالمة مهمة، برد وبرجع لك بالإذن. ألو؟